السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقني بالاستثمار البيتكوين. دائما مجدوقات الدرسنا جملة أخوة الاشتراك القناة بالضغط على صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك لجصولك اليوم هو جديد في هذه القناة الربحية والاستثمارية. دائما نعمل على الربح من الانترنت، نعم هذا هو ما يخصنا يوميا الجديد الحمد لله. قم بالعمل صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك لدي قناة واحدة فقط هي هذه أخوان لدي أزيد من 4063 أخو مشترك. قم بالانضمام إلينا بالنقر على او الاشتراك يا اخي لكي توصل لكل مواجد في هذه قناة الربح الاستثمارية. عدد من الشروحات تطرق لها من ناجم مبيعها، لكن عندما ندفع الموقع تجد تحت رابط التسجيل، واقول لك في ملاحظة ان الموقع لم يعد شروحات مهمة تعود للربح من الانترنت يا اخي. ما يهمنا نعم يوميا هو الربح وتطوير انفسنا الى الامام. هذا الموقع سوف تجني منه الكثير، نعم هو الان قام بتحديث، نعم عليك ترقية حساب في هذا الموقع. قم بالجمع، نعم قم بالجمع وجمع عندما تصل الى 0.00.05 يا أخي. قم بترقية حسابك وسوف تربح في كل كليم يا أخي 17000 ساتوشي، ليس بالمبلغ السهل. هذا موقع بريم ستارت أب حتى الآن أجني منه الحمد لله. هذا موقع بيزنس كلوك كما تعودنا عليه الحمد لله، دائما السحب اليومي فيه الحمد لله. والله يا أخوان الموقع رائع وصادق، 3.84% الحمد لله. هذا موقع للجمع، هذا يا أخي نعم بريمير ستارت أب. كيف سحبت من هنا 9 دولارات وهنا 20 دولار يا أخي. أحسن وأفضل شركة تحديدنا البيتكوين هي أخي كريبتو مايننج فارم، تطرق إلى هذا الدرس وتطرق كذلك إلى هذا الدرس يا أخي، نعم سأريك إياه. هنا لقد ربحت من هنا 40 دولار وهنا 20 دولار و16 دولارات كسحب أول لي، وهنا شرح لي كيف قمت باستثمار 145 دولار في هذه الشركة منذ حوالي 3 أشهر. نعم رأى شيء لا يعقل والله يا أخوان، مواقع صادقة ومربحة. قم بالعمل وقم بمشاهدة جميع الحلقات التي أدلك عليها. أحسن موقع لكي تقوم بالتحويل بين البنوك وأسرع موقع هو هذا يا أخي، تطرق إلى هذه الحلقة. والله يا أخواني لأسرع موقع للتحويل بين البنوك، نعم على العموم هذا هو حسابي في الفيسبوك. أي مناقشة أو تريد شراء سودا للبيتكوين أو الأدفيكاش أو الباير أو البيرفكت مونيتا فيكون راسيش بونكا وويسترن يونيون للمغاربة فقط. الحمد لله اليوم أتيتكم بشرح على بيتسي كلوك مجددا. نعم هذا موقع صادق حتى الآن، هو يشتغل أكثر من شهر، نعم أكثر من شهر يشتغل ويدفع بامتياز أخي. نعم عليك كنصيحة من عندي، عندما تقوم بالتسجيل في هذا الموقع عليك تفعيل خاصية تطبيق جوجل، نعم اوثنتيكاتور يا أخي، ذلك التطبيق الرائع الذي يحميك من جميع الاختراقات يا أخي. نعم على العموم موقع بيتسي كلوك موقع صادق، الكل يريد الربح، الكل يريد مضاعفة الأرباح الخاصة به. نعم اشتغل عليه وقم بالسحب، الأرباح كل 60 ثانية تتأكد. أنا والله إخوان لقد ربحت منه الكثير والكثير والكثير الحمد لله على كل شيء. لا أعلم لماذا لا تظهر هنا استثماراتي، لأنني قمت بالاستثمار هنا 50 دولار وهنا أظن أنها 10 دولارات. استثمرت غير مرة يا أخي، لقد استثمرت الكثير الكثير، لكن أظن أنها لا تظهر هنا، لا أعلم لماذا، لكن أتوصل بأرباحي الحمد لله. على العموم طريقة الاستثمار سهلة جدا، طريقة التسجيل سهلة جدا، سأضع لك فيديو في آخر هذا الشرح قم بأن نقر عليه وطريقة كيف تقوم بالتسجيل. ما عليك إلا الضغط على الرابط أسفل هذا الفيديو، تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك وهو يعطيك اليوزر نيم من عنده. تقوم بإدخال الإيميل وتذهب إلى الإيميل الخاص بك، سوف تجده وضع لك يوزر نيم وباسورد على شكل أفقي أخي طويل جدا. قم بنسخهم وقم بوضعهم في الموقع في اللوجن وتقوم بالتسجيل. نعم على العموم سأقوم بالسحب على هذه البنوك جميعا، ومن ثم سأتطرق إلى كيفية الاستثمار في هذا الموقع. سأقوم بالسحب أولا على حسابي في البيتكوين، نعم هذا المبلغ راه تقريبا المبلغ يا اخي مجموع هذه المبالغ كلها راه تقريبا 7 دولارات. نعم على العموم ساقوم بهذا هكذا. ضروري يا اخي قم بالفيريفي هل هذا هو الادرس الخاصة بك في البيتكوين، اذ لم تكن هي لان مشكلة في هذا الموقع. قم بتبديلها عبر هذا وقم بادخال الادرس الخاصة بك، هي هذه هي الادرس الخاصة بي انا اعرفها الحمد لله. اضغط هكذا باست هكذا ثم كونفيرم هكذا. انا قد قمت بالسحب الحمد لله، تم السحب بالنجاح. الان ساقوم بالسحب على محفظتي في البيرفكت موني هكذا، ساقوم بنسخ هذه هكذا ثم هكذا. هذه هي محفظتي في البيرفكت موني اخي، دائما اقوم بعمل فيريفي
هل هي بلي ليس هي؟ اضغط على كونفيرم هكذا. هكذا هذا هو العمل يا اخي. والله اخواني لا نريد ضررا باحد، كما نحب الخير انفسنا نحب للغير. قم باتباع استراتيجي التي ادلك عليه وما يكون الخير في القادم ان شاء الله. انا لدي العديد من الشروحات سوف تكون في المستقبل يا اخي عبر التداول. نعم قم بالاشتراك في القناه وسوف تتوصل بكل جديد يا اخي وكيف تربح من الانترنت. الحمد لله. اضع هكذا كونفيرم يا اخي. نعم هذه المحفظه الخاصه بي. نعم هذه هي السحوبات تتم في المعالجة. المر يقول لك عندما تقوم بالسحب هو السحب تتوصل به في ساعات من العمل. انا اتوصل بالسحب لا يطول عن دقيقة، مرة دقيقة، مرة خمس دقائق، مرة ربع ساعة، مرة ثانية، على حسب الموقع يا اخي. نعم على العموم اتطرق الى كيفية الاستثمار في هذا الموقع ومن ثم ساريكم سحوباتي ان وصلت الى المحافظ الخاصة بي. نعم هكذا بالبيتكوين. الحد الادنى للاستثمار بالبيتكوين هو 0.05. نعم مثلا انت تريد استثمار 0.01 او شيء من الدقائق، تقوم بنسخ هذه الادرس هكذا، كوبي ادرس، تذهب الى المحفظة الخاصة بك وترسل لهم اكثر من هذا المبلغ. مثلا اقل شيء راه هو 0.05، تقوم بارسال لهم 0.01 او 0.1 او شيء من هذا القبيل. نعم تقوم بارسال لهم هذا المبلغ في هذه الادرس تقوم بالاستثمار. نعم اما عبر البيرفكت موني الحد الادنى للاستثمار هو 5 دولارات. مثلا تريد استثمار 100 دولار هكذا، تضغط على ريفيل ويت بيرفكت موني ويقوم بادخالك مباشره الى البنك بيرفكت موني، ثم تضغط على ميك بيرفكت موني وكونفيرم كونفيرم وانت تقوم بالاستثمار. مثلا الادريكاش هكذا الحد الادنى للاستثمار هو 5 دولارات فقط. نعم تضغط هكذا ريفل وايت ادفيكاش على الشكل التالي هكذا، ثم تضغط هكذا على هذه الخانة ادفيكاش، ثم كونفيرم كونفيرم وانت قمت بالاستثمار في هذا الموقع. والله يا اخواني الموقع صادق ومربح جدا، عليكم الاشتغال عليه. نعم نعم اخي الكريم لقد توصلت بسحوباتي كما قلت لكم، لا تتعدى دقيقة او دقيقتين في هذا الموقع. انظر هنا كومبليت، جميعها كومبليت اخي. انظر هنا انظر هنا انظر هنا لقد سحبت. اولا ساقوم بذهاب الى محفظتي في الادفيكاش. انظر هنا هذه محفظتي في الادفيكاش. انظر هنا اخر سحب لي. انظر هنا ها هو اخي 1.70 دولار اخي. الحمد لله والله اخويا الموقع صادق ومربح. انظر هنا التاريخ الحمد لله انتهينا من الادفيكاش هكذا. الان ساقوم بسيريكم في البيرفكت موني هكذا اخر سحب لي. انظر هنا ها هو يا اخي اخر سحب لي الحمد لله 2.18 دولارات. انظر هنا ها هي اخي 2.18 دولارات في البيرفكت موني. والله يا اخوان الموقع صادق ومربح. نعم انظر هنا في الكوين بيمنت ها هي في المعالجه ومن ثم سوف تنضاف الى داخل المحفظه. انظر هنا في المعالجه في محفظتي في الكوين بيمنت، احسن محفظه كما شرحتها في السابق. نعم يا اخي هكذا يكون العمل. لا تقول لي انك سوف تعمل على الجمع فقط. نعم اعمل على الجمع، اعمل على التداول، اعمل على الاستثمار، ضروري هكذا يكون العمل عبر الانترنت. لا يجي لا يقول لك شخص انه لا موقع جميع المواقع نصابه او شيء من ذا القبيل. لا يا اخي نعم نحن نعرف المواقع نصابه، لكن يا اخي انت قم بالعمل عليها واستغلها. انا اقول لك استغل المواقع، لا اقول لك لا اضمنها لك مدى الحياه او شيء من هذا القبيل. نعم على العموم الربح من الانتر هكذا يكون يا اخي. اتبع استراتيجي في العمل وما يكون الخير في القادم ان شاء الله. ولا اخوان لا نريد ضررا باحد، كما نحب الخير بوسنا نحب الغير، هكذا ما تربينا عليه. الحمد لله على كل شيء. كما تلاحظون هكذا يكون الربح. انا ادلك على الجمع من جميع المواقع الربحيه. نعم قم بعمل عليه في مفضل لديك وقم بالعمل عليه يوميا، قم بالاستثمار، قم بالتداول، قم باي شيء يجلب لك الربح من الانترنت. الحمد لله هذه هي الوصيه، قم بالعمل عليها. كان موضوعنا هو بيتسيك لوك. هذا هو هذه قناتي التي هي ازيد من 4064 اخ مشترك. قناه واحده فقط هي اخي. لا تبخل علي بالنقر على سبسكرايب او ابوني او صابوني. طموح للوصول الى 10000 متابع يا اخي. الحمد لله القناه دافت عزم وتقدم. هذا كله من عملكم، من الجهد، كله من الثقه. دمتم في رعايه الله والى شرح قادم ان شاء الله.